التفاصيل اللي حضرتك بقى بتتكلم فيها ايوه ان احنا لما عرفنا ان ديانج جاله كورونا. جاله كورونا اه وابتدى يبقى فيه طبعا حتة الفزع من الكورونا ومن المساحات الفترة نعم دي، الفزع ان انت كل واحد قاعد في بيته وما بيتحركش على قد التمرين وبنخرج. انا كانت زوجتي حامل قبل اه الماتش وهتولد في الاسبوع بتاع الماتش، اه كمان موسيماني عمل معسكر وطلب مني ابقى موجود في الماتش، فاضطريت اسيب مراتي وموجود في الماتش، ايوه فلازم نبقى كلنا موجودين. في تفصيله مهمه ما حكيتهاش بالتفصيل، بس احنا بين الشوطين بتاع الماتش اتخانقنا مع بعض. بتهزر، طبعا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا كان في تعليمات فنيه بخصوص لعيبه الزمالك، بخصوص الرقابه، بخصوص ان احنا هنمتلك نص الملعب ازاي، والتعليمات دي حصل مننا كسل فيها. ويمكن قفش حكى الموضوع ده، بس ما احكي احنا اتكلمنا ان فرجاني ساس وطارق حامد هما محور لعب نادي الزمالك وبيحاولوا يخرجوا بالكوره، ولو احنا سيطرنا في الضغط على طارق حامد وفرجاني ان احنا هنسيطر على نص الملعب، لان احنا بعد ما جبنا الجون ابتدينا نفقد السيطره شويه في نص الملعب، وان بن شرقي اوقات وشيكابالا ما بيلعبوش وينجات على الاطراف، الوينجات التقليديين لا، بيخشوا يستلموا من جوه في ظهر مظبوط. الديفندرات بتوعنا اللي نعم هو كان ساعتها حمدي فتحي والسوليه. فاحنا محتاجين ان احنا الوينجين بتوعنا يقفلوا مع نص الملعب بشكل كويس اللي هو كان حمدي والسوليه، وان قفش عليه مهام دفاعيه بخصوص طارق حامد لازم يعملها بشكل كويس. ده ما حصلش بعد حوالي جول السوليه وربع ساعه. فيمكن احنا قبل الماتش احنا عملنا محاضره وبنقعد نتكلم مع بعض، فبنتكلم اللعيبه الكبيره بتتكلم، الشناوي بيتكلم وسعد بيتكلم وليد بيتكلم. فالفتره دي كنا احنا قبل الكورونا كابتن لو تفتكر كنا بنتمرن اونلاين، ايوه صح فانا قلت لهم ايوه يعني خساره بطوله افريقيا ومن نادي الزمالك، انتوا مش عارفين تبعاتها ازاي، مش هتعرف تمشي في الشارع، مش هتعرف تقابل جمهورك، على فكره يا رجاله احنا هنرجع نتمرن اونلاين تاني. فطبعا احنا كنا بنقولها من باب ان انت زي ما بتقول ايجابيات البطوله لو نعم كسبتها لازم تقول ده السلبيات اللي صحيح انت صحيح هتقابلها لو خسرتها. فاتكلمنا في ده واتكلمنا في النقط الفنيه، وفي ميزه في النادي الاهلي بصراحه في لعيبه النادي الاهلي عموما عندهم تحمل مسؤوليه. ده صحيح. الفكره ان انت مش بتتكلم في تفاصيل بس اداريه المكسب والروح والتشجيع، لا بتقعد تتكلم هنلعب ازاي وهنعمل ازاي، الكابتن شوبير لو هو واقف هيعمل ايه، هيكلمنا في ايه، امتى هيهدي اللعب، امتى هنبتدي نسرع الريتم. فدي نقطه مميزه في لعيبه النادي الاهلي عندهم تحمل مسؤوليه وعارفين قيمه النادي كويس جدا. فبين الشوطين الشناوي انفعل على اللعيبه اللي ما كانتش ملتزمه بالتعليمات، ويمكن انا انفعلت وانفعال كان شديد بشكل كبير جدا، وحتى مستر موسيماني شاف فضل ان هو ياخر كلامه شويه لحد ما احنا نعاتب بعض خلصوا ونتكلم الشحنة مع اللي بعض. عندكم. الشحنه خلصت واتكلمنا وهدينا، قلنا طب دلوقتي احنا في الاول وفي الاخر احنا واحد واحد، احنا مش نعم خسرانين، فلازم الشوط الثاني نلعب على المكسب. نلعب على المكسب ونركز في التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها، نعم ولازم رغبتنا تبقى اعلى. واعتقد ان الشوط الثاني هو ده اللي فرق معانا، ان رغبتنا احنا كانت اعلى ان احنا عايزين نروح ده للبطوله صحيح. وان احنا عايزين نقرب للبطوله. ويمكن الجول لما جه بتاع قفشه دي كانت لحظه بقى فارقه في حياتنا كلنا، وفي اللي مش عايز. عيط وفي اللي بكى طبعا طبعا اهو وفي اهو اهو اللي جري في كل اهو حته. ده مين اللي كان واقع؟ حسين. يمكن في اللحظه ده كابتن شوبير كل اللي على الدكه واللي في الملعب اول ما قفشه كرة جات له كله بيقول شوت، كله. كل اللي في الملعب بيقول شوت، لان هي لا جت يعني هي تلبس خلاص. وتروح في الجون، لا اما خلاص ما طب لكن حسين مضيع واحدة غريبة جدا اللي جت في القائم دي، دي كانت صعبة جول جدا، فاضي وبالعرض دي كانت صعبة جدا. وبعدين الماتش رايح جاي يعني كرة ايوه زيزو جت في العارضة، نعم فاحنا قلنا خلاص البطولة جاية لنا. فعلا. ما هي خلاص انت وانت احنا حسيت ان كنا قبلها التوفيق كرة معاك. حسين في القائم، وبعدين كرة زيزو في القائم بعدها، وبعدين الجول. هي كرة حسين لما ضاعت زي ما حضرتك بتقول انت قلقت شوية، طبعا. وبعدين وبعدين كرة راح. زيزو فانت تقول لا يعني قربت جاية جاية. جاية اهي. فلحد ما جه جون قفشه بقى وجون، طبعا انا حتى كتبت له على الكوره بعد الماتش، الكرة نفسها هو قلت احنا له ايه؟ كلنا مضينا على الكوره، فانا كتبت قضيته له واديتها له. كلنا الفرقه كلها، قلت له قفشه الجون ده انت مش هتعرف قيمته لحد ما تموت والله العظيم. والله العظيم، يعني قلت له الجول ده انت مش هتعرف قيمته لحد ما ربنا يديك العمر وتموت، والجول ده جول للتاريخ يا قفشه، ده كتبت له صحيح. على الكوره قلت له ده جول للتاريخ. بس هو عرف قيمته. طبعا عرف قيمته، طبعا والاهلاويه كلها عرفوا قيمه طبعا الجول طبعا ده. طبعا خلينا نروح